عدنا إليكم مجدداً مشاهدين الكرام بعد انتهاء طبخة الشباب محمود بن فلاح العطوي علي الكلثمي وعبد الله الشهراني. اليوم متواجد معي الشيف الجميل الرائع المميز حبيبنا العم منير. يلا حيا. شلونك عم منير؟ الله خير وصحة. الله بشير. كيف تشوف مؤقتا يعني قبل لا أكلت يعني مبدئيا كيف تشوف الشباب؟ مبدئيا ما شاء الله يعني النظافة ما يحتاج وكذا بس التست نذوقه هناك. يعني باقي الآن بتشيك على النظافة مرة ثانية؟ لا خلاص النظافة ما خلصت النظافة. النظافة كويس ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب الوقت استريحوا 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 خلاص بس شيل التست ده شيل شو شيل السلطة. ايوه جيب نبى السلطة منها جزء منها حط العم منير. تفضل روح تفضل. يلا بسم الله. كيف حال عم منير؟ حياك الله. طبعا عمين. الشيف مثل ما قلنا كرسية في النص حياك الله. شكرا شكرا. وين وين الخبز يا شباب؟ تبغى رز ولا خبز؟ خبز خبز مو برز. جيب له خبز. ما ادري والله. تفضل علي. كيف تشوف الشباب يا عم منير يعني معك في البرنامج؟ والله ما شاء الله. حنا ولا هم؟ حنا ولا هم؟ والله لسه ما غبت معهم كثير صبت ما قدرت. طول عمرك كلنا واحد الله يطول عمرك. لا يعني. تاكل بالمعقة يا عم منير؟ بعد ما رقم شنو اعرفها ميزه من التقييم التقييم يعني التقييم بالمعقة يا عم منير. قف طب ملعقه نظيفه يعني محطوطه هذه مش نظيفه هنا؟ لا والله ما ادري عنها عم منير ما ادري عنها لكن هذه النظيفه اللي انا غسلتها متاكد. طبخ يا عم منير والله لي واجد بالطبخ كذا كم سنه؟ ممكن 10 سنوات ما شاء الله تبارك من 2006 و 2007 كذا. شغف بسم الله شغف في الطبخ يعني ولا ما تشوف الوالد ولا قبل احد من اهلك يعني كان؟ لا والله هوايه من البدايه افتهم لك. ايوه هوايه يعني خارج عن العائله ما لها دخل في العائله؟ لا والله في واحد من اقاربي كان درجه اولى ما شاء الله تبارك الرحمن. قديم على كيفك تقول لذيذ على طول؟ كان العافية تجعل ما ياكل غيرك ان شاء الله سم طال عمرك ان شاء الله ويخلي لك عيالك ان شاء الله ويخلي لك اهلك يا رب يا رب. عم منير ما عنده حركات هذه ادري ادري الله يوفقك امانه احنا نقول امانه نشوف اسكت لا لا عادي شغل بما الله يوفقك خليني احط لهم شوي خير خلف اللي خير سلف لابو علي اي والله هم اعطيني كل خير لا لا هذه في وقت البركه هذه في وقت البركه ترى ما اسكت اسكت بما بسم الله اوه يا ما اجملها هذه ركز عليها تكفى تكفى بس ما راح تكملها ترى لاني صحيح. انا شو اسمه بدل ما احطها على صحنها حطيتها على صحن واحد وقفزت امه تقول كماله طالعه صح؟ طبعا بعد التقييم يا عم منير اذا اعلنت نتيجه الشباب تعطيهم وش الاخطاء وش ال هذا اضافه من عندنا هذه اللي اقول لك مفاجاه يا منقود ما احنا فاضيين فاجاتنا برز؟ رز ما هو موجود مع الباميه جربها مع الباميه شوف رز ابيض خفيف ملح يا منير عشان بس الشباب اللي ما يبغى خبز ياخذ عجبك؟ هذا رز مصري صح؟ اي لا لا ابو السيو هذا ايوه رز مصري رز مصري رز مصري ايوه رز مصري والله انا متعمد اقول للشباب هذا اللي امس هذا اللي امس الحمد لله كل يوم قاعدين ناكل رز سعودي كل شوي قلنا اليوم نطلع برا السعوديه منير وناكل رز مصري والله حسبي الله عليك ما تدري من رز مصري السعودي واضح انه مصري اصلا من شكله رز مصري 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 حلو 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 احنا نبغاه ترى ما هو موجود معنا من الطلبات على فكره اي عارف انا بقيم للثلاثه الوجبه ايوه ايوه الله يمسك يا ابليس بغيمكم لو انه شيء زين قلتوا ايه حطه لا لا عادي لا زين 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 ولا مباري والله تبدا تقيم مع منير هناك هناك عم منير روح اذا جاب عند التفاعل علمني ها تفضل 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 قول ها كيف والله شوف انا قلت لك انا اقوم ادعي عيال امس اكل اي شيء انا ما عندي مشكله يعني الله العظيم كيف يا عيال؟ معلش ذوقوا مع الرز حبيبي ذوقوا مع الرز شوف ذوق ذوق مع الرز والله ذوق مع الرز والله ما تندم والله والله ما تندم دمار دمار اللي مار ولا ميسي انت ناوي تطلع الاسبوع الجاي؟ جاي ولا قهوه؟ يطلعوه خرقوا ولا الواد داخل برا ما عندهم ريموت يطلعوا اطلع برا اطلع برا ما عندي جواز مزوجك خلص تقييم بس ترى في بند اسمه بند السماجه حلو شو شو هذا حلو بناخذ ذي الاول صح صح احنا قاعدين نعطي نطلع فوق لا صح لسانك والله عرفت كيف ترد صح بند السماجه بتاخذون فيه رقم واحد ايه بند السماجة هذا بالسالب
ما في شيء ما في شيء. من أبو موسى اللحم إيش فيه؟ استواء ممتاز. ما أعرف أنا ترى والله ما أعرف لأني أنا طباخ. يا ساتر باقي بدة تطلع. تفضل طال عمرك. خلنا نشوف. ليش شباب تفضل طال عمرك. خلونا اهدوا شوي ترى مو أبو علي. إي عاد من مقام أبو علي. تفضل طال عمرك تعال 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 تفضل. استهرون. كاملة. إي والله. تعال اليوم ما شاء الله شعلنا اليوم. لا لا. هنا. 20 ها؟ إي. ممتاز بس بس مقادير اما تكون يعني تخليها بالخمسة او بالعشرة او 15 ما في ثمانية خمسة يا عشرة او 15 عرفت اما كذا وانت عددهم كذا يعني انا عطيتهم كذا خلاص خلاص لو نقص بيكون مشكلة لا لا خلاص خلاص يا سلام يا سلام يا سلام كذا ممتاز كذا قيمت اجمعها وحط لي اياها ووقع عليها عشان يحطونها في البوكس. طيب. ك. إيه لازم يوقع عليها. عشان ما يصير فيها. وضعكم والله. ماشي. منزلي مرة. يا أخي إيش ذا الحظ يا أخي. قم من محل أبو علي. خله يجي أبو علي الله يستر عليه. إيه قم من محل. الحين عاد البحر الأحمر. قم هبط الطريري الله يستر عليه. يا كم يا أحب ذاك يا أخي. قال عبد الله الشيري خط أحمر. أمس. خبر عاجل ما شفته؟ لا شفته أمس بس يوم دخل أبو كاتم بس أبو كاتم دخل على فقرته لا لا ما هي دخل على فقرته أيوه قال هاني نزل الربيز بيز اللي في صد ظهرك قال لي يا ذيبان تبغى تاكل شوف شوف نجيب قال لي يا ربيز الربيز اللي في صد مسمعك نزله واطلع لي أبغاك يقول الهاني يقول أبو كاتم أي والله ويترقى على طول ياسر ياخذ الربيز ترقى عميد العقيد على طول ترقى أخذ الربيز سحبه على هاني هم جاي ياخذون الربيز والله نصوتون ابو خلينا جينا والله يبقى باقي الصلاه شباب الظاهر ناصف ايه ايه خلال ايه صف الان تعلن صفطها وحطها مخباك طيب يلا شباب ريحوا مكان مكان الشيف العمري طبعا حتى اللي يعلن النتيجه اللي هو الشيف العم منير هو اللي يعلن النتيجه الشباب وين عم مليون طبعا باقي معنا عم منير اربع دقائق الآن تحدث للشباب بعد خلاص بعد ما أمضيت وقعت على النسبة عطوا أخطائهم والشيء اللي سووه الصح والشيء اللي مو صح باقي أربع دقائق على باقي أربع دقائق على الأذان طيب بشكل مختصر يعني بالنسبة للسلطة هذه طماط وخيار ما هي سلطة صح أيوه فهم لك صح في خس ناقصها خس ممكن تضيف عليها ملفوف صح ممكن تسوي لها شوية بقدونس فهم لك اقل حاجه حتى الليمون يعني سوي لها الليمون ليمون حطيت والله ليمون اسمعني هذا اختلاف طماط وخيار بس هذا اللي ذاك بس انا صارت تعتبر صارت تسمعني يمني تفضل احنا والله عندنا في البيت كذا يا ربي انك انا اللي سويت كذا هو يقول لك كشيف كذا صار هو صح كشيف يعني كسلطه خضراء انا اللي نعرفه كسلطه خضراء هذا طماط وخيار ما صادق والله انك انت تخرب انت شيف انت شيف اسلم البس بوسله بس يعني بس انه الوقت وهابطه وكذا يعني لا كيف هاب ما انتفخت اي ما انتفخت اي صح لان الوقت لان قلت لك انا العذر ايش هو كانت 100 على 150 اتوقعت انها على 250 الحراره حتى اسلم والوجبه الرئيسيه الوجبه الرئيسيه ما شاء الله ما فيها شيء في ابدع اللحم ناضج اللحم كل شيء مستوي على الناضج مستوي كويس يعني لا مستوي لا زياده ولا ناقص تمام يا سلام طيب تخليه يقفل على الفرن الان ويخليه ولا يولع عليه للشباب يعني خليه انا اشوفه كذا كويس ممتاز حتى الباميه اوكي انا اشوفه لا باميه مش لا مستوي زياده ولا شيء يعني اخذها شكلها مستويه تصصغ يعني الانسان ياكلها يعني جميل محمود استريح طيب نبغى نعلن النتيجة وبعد اعلان النتيجة نقاش الى ان يحل ذا تفضل محمود عطهم النتيجة يا عم منير طبعا يا شباب صل على النبي امانة يعني ما لا ظلمتكم لا 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 اللي انا رايته ابيض وجه ابيض وجه والله تفهم لك والله اللي انا رايته انا اعطيتكم 83% الله يبيض وجه حصلتوا يا شباب على 83% الحمد لله من التقييم الشيف العم الحمد لله منير الحمد لله كنا نتمنى اكثر لكن عطنا الملاحظات التقييم اللي ملاحظات ايش اللي نقصنا فيه احنا الملاحظات المقادير المقادير فعلا مقادير الطبخه مقادير السلطه السلطه ومقادير البسبوسه حطيتهم بعد شيء راقب ما تحطوا رز تحطوا سكر على الخلطه في البدايه صح السكر مبين عليها بالوجه صح ما هو مخلوط مع يعني يوم شفت اللي فوق هذا شفت يعني الاصل انه يخلط معها مسبقا ايوه ايوه
تملك، فالمقادير هي اللي لعبت شوي وخربت شكل الطبق النهائي. السلطه ودي خربت شكل الطبق النهائي صح تملك. فهذا اللي عاتب البنود كم يعني اعطي خلينا اقرا عليهم. طبعا يا شباب حصلتوا على نظام 15 من 15 الله عمرك الحد. الحضور 15 من 15 التفاعل وهذا مني اللي انا شفته للامانه 20 من 20 تستاهلون. المقادير للطبخه اعطاكم فعلا 8 من 15 زين مقادير الطبخه حلو. وقت انتهاء الطبخ 15 من 15 الله عمرك الحد. والطبق النهائي 10 من 20 بسبب الشكل يعني الشكل ما يتفاعل. لا العين احيانا تاكل قبل القسم الطبق النهائي الشامل كمقادير ككذا هذا اسم هذا اسم الطبق النهائي ترى مو الطبق النهائي بس صحون وكذا لا الطبق النهائي شامل الحلاب كل شيء يعطيك التوتال كامل يسمونه التوتال كامل 83 يعني ثلاثة نسبتكم 83% تستاهلونها نسبة جميلة للأمانة يعني أنا أشوف أنها نسبة جميلة مرة في حياتي جدا عرفت 83% عبد الله أعلى نسبة حصلتها كم 85% أعلى نسبة حصلتها علي 40 أعلى نسبة محمود 85 طيب تستاهلون هذه النسبة أشكرك ومثل نشكر الشيف منير جميل على وقفته وعلى احنا نعتذر ان احنا تعبنا معانا لا لا ونجلس نتعلم منه تكونوا في نفسكم شيء انا ما اديت الله يبيض وجه الحق الله يبيض وجه الحق انت الله انت يا منير لو تعطينا 20 نقبلها منك غير الثاني ذاك لا والله طبعا لا لا والله ابو علي مشاهدينا الكرام نصل نحن وياكم الى انتهاء تقييم الشيف العم منير بنسبه الشباب 83% ننتقل نحن وياكم الى اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الرياض ونراكم بعد الصلاه تقييم الشباب لاخوياهم ونقول بعد الفاصل نعود اليكم بعد الصلاه.